بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة بعد توقف فترة يعني كبيرة في سلسلة تعالوا نفهم الروماتيزم. النهاردة بنتكلم عن الفرق بين الروماتيزم والعظام، يعني امتى اروح لدكتور الروماتيزم وامتى اروح لدكتور العظام. مبدئيا كده الروماتيزم احد فروع الطب الباطني، بينما العظام هو احد فروع الطب الجراحي او الجراحة. يعني احنا البكالوريوس بتاعنا اسمه بكالوريوس الطب والجراحة، فاحنا في عندنا جزء من او نص اللي بندرسه اسمه طب والنص التاني اسمه جراحة. الطب هنا مقصود به الطب الباطني. يعني ايه الطب الباطني؟ هو الطب الذي يتعامل مع جسم الانسان بدون تدخل جراحي، يعني زي دكتور الصدرية ودكتور الاطفال دكتور الباطنة نفسها. دكتور الروماتيزم احد فروع الباطنة. في المقابل الجراحة هي أي تدخل جراحي أو شبه جراحي مع المريض اسمه جراحة. زي إيه؟ زي مثلا دكتور الجراحة العامة، جراحة التجميل، دكتور النساء والتوليد ده فروع الجراحة، زي الرمد، الأنف والأذن، المسالك، كل دي اسمها جراحات. كل تخصص في الطب الباطني كل تخصص في الطب الباطني بيقابله تخصص تاني في الجراحة. زي ايه؟ دكتور الجهاز الهضمي والكبد بيقابل ده باطني، بيقابله في الجراحة دكتور جراحات الجهاز الهضمي والكبد. دكتور النفسية والعصبية او العصبية يعني في الباطني بيقابله دكتور جراحة المخ والاعصاب في الجراحات. دكتور الكلى في عنده دكتور المسالك البولية في الجراحات. كذلك دكتور الروماتيزم هو اقرب واحد ليه في الجراحة هو فعلا دكتور العظام. طيب ايه بقى الفرق بين الروماتيزم والعظام؟ في حاجات روماتيزم بحتة، يعني ما ينفعش دكتور العظام يتدخل فيها باي شكل من الاشكال، اللي هي امراض الروماتيزمية او الامراض المناعية الروماتيزمية. هنتكلم في الحلقة اللي جاية على طول على ايه هي الامراض المناعية او ايه هي الامراض الروماتيزمية، واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ايه هو الروماتيزم، فهنتكلم في الحلقة اللي جاية ايه علاقة الروماتيزم بالمناعة؟ اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ايه هو الروماتيزم اساسا. الروماتيزم في حاجات زي ما قلنا روماتيزم بحت، ما ينفعش دكتور العظام يتدخل فيها باي شكل من الاشكال، زي الروماتويد، النقرس، الذئبة الحمراء، الامراض المناعية كلها دي امراض روماتيزمية. في امراض عظام بحتة ما ينفعش، او حالات يعني هي مش امراض بمعنى امراض، دي ما ينفعش دكتور الروماتيزم يتدخل فيها باي شكل من الاشكال، زي الكسور، زي الاورام، زي الالتهابات اللي هي بيسموها السيبتيك او الالتهابات اللي هي البكتيريه في العظام مثلا او في المفاصل. الحاجات دي كلها ما ينفعش دكتور الروماتيزم يتدخل فيها باي شكل من الاشكال. يفضل حاجات بيبقى فيها نوع من الاوفرلاب ممكن الاثنين يشتركوا فيها، لكن كل واحد بيدخل من مدخل. يعني خشونة المفاصل انا بدخل في علاج الخشونة من ناحية العلاج الطبي والحقن الموضعي في الركبة والتأهيل، ولو احتاج المريض الى تدخل جراحي يبقى المفروض دكتور الجراحة او جراحة العظام هنا يعني هو اللي يتدخل فيه. يبقى احنا لو انت عندك حاجة كسور او اصابات فدي عظام وش، لو عندك حاجة مناعية يعني روماتويد، نقرس، ذئبة حمراء، تيبس فقاري، روماتويد اطفال او روماتيزم اطفال، كل الحاجات دي او تيبس جلدي، كل الحاجات دي دي روماتيزم. عندك خشونه، عندك حاجات تانية دي ممكن تبقى تبع الاثنين. في بعض الحاجات ممكن يشترك فيها اكتر من دكتور، زي مثلا حالات الديسك او الانزلاق الغضروفي. الانزلاق الغضروفي ده اساسا جراحه مخ وعصب، لكن ممكن انا ادخل فيه كروماتيزم من ناحيه التاهيل الطبي، من ناحيه ان انا اديه شويه تمارين، اقول له ينقص وزنه، يعمل علاج طبيعي مثلا. وبتاع العظام ممكن لو هو يعني متخصص في جراحات العمود الفقري ممكن يشترك مع دكتور المخ والاعصاب جراحه المخ والاعصاب في لو احتاج تدخل جراحي او شبه جراحي. وحاليا كمان دكاتره علاج الالم ممكن يشتركوا في علاج هذه الحالات، عفوا ممكن يشتركوا دكاتره علاج الالم سواء دكاتره التخدير اساسا او دكاتره الروماتيزم واخدين يعني كورسات او دورات او دبلومات في علاج الالم. فالقصد انه في حاجات واضحه لتخصص معين
في بعض الحالات بيشترك فيها اكتر من تخصص. طب انا كمريض اروح لمين؟ المفروض انا في حاجات زي ما قلت لك، لو انت عندك وقعت مثلا واتكسرت او في اشتباه كسر تروح لدكتور العظام، لكن لو عندك حاجه الم بيجي ويروح او الم مستمر من فتره كبيره والم بيزيد مع الراحه ويقل مع الحركه، ده عكس الاصابه، اي حاجه نتيجه اصابه بتزيد مع الحركه وتقل مع الراحه. لو الاعراض بتاعتك بتزيد مع الراحه وتقل مع الحركه يبقى دي غالبا دي اعراض التهابيه مناعيه مش اعراض اصابات، يبقى دي تروح لدكتور الروماتيزم. دي كانت الحلقه رقم 3 من سلسله تعالى نفهم الروماتيزم، ونلتقي باذن الله في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.